سيدة زهية بن قارات، تقدري ولا ما تقدريش تخبي على واحد ما خدمش خدمته خاطر لو كان تفضحيه يتحاوز. إذا الأمر ليس تقصيرا كبيرا نخبي عليه. ممتاز، لأنه في الأخير الستر أولى. صح. سيدة زهية بن قارة، تقدري ولا ما تقدريش تسمعي لشاب ماميدو مثلا؟ لا أستطيع. صح. تقدري ولا ما تقدريش تسكتي على الحقرة؟ ما نقدرش. قادرة ولا مش قادرة تقولينا شحال صرفتي باش تولي مير؟ مار. قادرة نقولها لك. لا أستعمل المال السياسي، صرفت حوالي في الحملة الانتخابية حوالي 40 مليون فقط، ملصقات وغيرها فقط لا غير. ما سقطتلكش بزاف. جيد. لا أستعمل المال السياسي قطعا. ممتاز. قادرة ولا مشي قادرة تروحي لحزب آخر من غير حركة مجتمع السن؟ أبدا. كنت في جبهة التغيير على ما أعتقد قبل؟ لا أبدا. لا، كنت دائما أبداً. في مجتمع السن. حركة مجتمع السن. جيد. كانت سابقا المجتمع الإسلامي حماس وبعدها الآن حركة مجتمع السن. جيد. تقدري تقولينا شحال بكيتي من خطرة في حياتك؟ كثير كثير كثير. وهل تقدري على جد ظروف شخصية معينة تتخلي على المسؤولية ديالك اللي راكي حاكمتها في البلدية؟ ولاني إياها الشعب، لن أتركها لأي ظرف كان مهما كان حتى أوصلها إلى مأمنها إن شاء الله. تقدري تقولي لنا وش هي أسوأ ذكرى لك في حياتك؟ أسوأ ذكرى لي في حياتي كانت في العشورية السوداء. تقدروا نعرفوش؟ لا، ما فيش مشكلة. يعني كان أمر شوي حرج، فيه مشادة بين جهتين وكنا احنا في الوسط. هذا أسوأ ذكرى. أسوأ ذكرى. جيد. تقدري تنظمي مسابقة ملكة جمال البلدية؟ لا أراها ضرورية في بلديتي. شوفي أنه فيها أولويات أخرى. نعم. تقدري مثلا تعطينا، تقدري ولا ما تقدريش تعطينا اسم تاع اعز شخص ليك في حياتك؟ بن قارة الطاهر، والدي الله يرحمه. ربي يرحمه. تقدري مثلا تقولي لنا شكون هو اكثر شخص ارتحتي له هنا في البرنامج؟ كلكم. شكرا. تقدري تمدي رقم تليفونك على المباشر للمواطنين تاع البلديه ديالك؟ 06-63-13-25-22. معليش نعاودو. 06-63-13-25-22. ما قدرش نلقاو مسؤول محلي اكثر شفافيه من السيده زهية بن قارة. تقدري تقولي لنا اسوأ حاجه سمعتيها وجرحت لك مشاعرك؟ سوء حاجة هي أن تتفضل على عبد ثم يؤذيك خلف الستار وخلف الظهر. هذا هو. شكرا سيدة زهية بن قارة على صراحتك، على حضورك في برنامج وزن الحال.